والآن يسرني أن أرحب بالسيد غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا. إليك الكلمة صاحب الفخامة. Señor secretario ejecutivo de la convención. حضرة الأمين التنفيذي للمؤتمر لاتفاقية الإطارية المتحدة حول تغير المناخ، السيد أو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حضرة السيدات والسادة رؤساء الدول دول أو دولة رؤساء الحكومة. العلوم قالت كلمتها، الأزمة المناخية هي مشكلة الإنسانية الأبرز اليوم. الأزمة المناخية قادرة بالفعل على وضع حد للإنسانية. إن القيادة السياسية ومنذ أول مؤتمر الأطراف حتى يومنا هذا الجهود إذن فشلت ولم تنجح في إبطاء التغير المناخي. نحن نستهلك مزيدا من الغاز والكربون والوقود الأحفوري. الوقت والموارد المتوفرة قررنا تكريسها للحرب وعوضا عن إنقاذ الإنسانية والبشرية. إن القيادة السياسية قد فشلت في علما أن تجاوز الأزمة المناخية يفرض علينا أن نكف عن استخدام النفط والفحم، وهذا يتطلب تغيرا وتحولا كبيرا في اقتصاداتنا فضلا عن التراجع عن المصالح الضخمة في الاقتصاد، وسيتطلب تغييرا في الاقتصاد العالمي. هذا أمر جوهري اليوم وعليه، وعاما بعد عام نحن نقترب أكثر ما نقترب من النهاية. اليوم أود أن أقترح ديكالوج تقترحه كولومبيا، بحيث أن الحكومات والبشرية تستطيع أن تواجه الأزمة المناخية. مؤتمرات الأطراف لم تعد تعطي النتائج المطلوبة. الوقت يداهمنا على الحكومات أن تبذل كافة الجهود الممكنة لكي لا تعتمد على المحروقات الأحفورية. يجب أن نفك الكربون من المجتمع، ويجب أن نفكر اليوم بالإنسانية وليس بالسوق. هذا ما نقترحه. الإنسانية يجب أن أتعلم أنه إذا لم ينجح أو لم تنجح السياسات العالمية في مواجهة هذه الأزمة العالمية فإنها مدعوة للانهيار وللفناء، وعلينا أن نتصرف. نعم اليوم كبشر بدون أو مع إذن من الحكومات حان الوقت للإنسانية جمعاء أن تجند أو أن تتجند في الواقع. هذا أولا. ثانيا ونتكلم عن الديكالوج، السوق ليس الآلية الأبرز لمواجهة هذه الأزمة المناخية، فالسوق ومراكمة الرساميل هما وراء الأزمة ولن يشكل يوما الحل أو الوصفة السحرية. من الأهمية بمكان أن نضافر جهودنا كي ننتقل إلى فك الكربون، وذلك بمساهمة الأمم المتحدة. هذا ثالثا. رابعا، إنها السياسة العالمية، أي تعبئة وتجنيد البشرية بكاملها سيسمح بتصحيح الأمور والوصول إلى اتفاق بين تكنوقراطيين
وذلك بعيدا عن تأثير الشركات متعددة الجنسيات التي تنتج الكربون والفحم. خامسا، يجب أن ننقذ ركيزة الأرض. أتكلم عن غابات الأمازون التي هي أحد هذه العناصر. كولومبيا ستوفر 200 مليون دولار كل عام على مدى 20 عاما من أجل إنقاذ غابة الأمازون على أراضينا. كلنا أمل في أن المجتمع الدولي سيساهم أيضا في ذلك. سادسا، الأزمة المناخية لن تحل إلا إذا توقفنا عن استهلاك المحروقات، وبالتالي يجب أن نخفف من أهميتها ومن مع تحديد مهلة زمنية، ويجب أن نبرز وأن نركز على السوق الخالي من الكربون، لأن علينا أن نقيم عالما خاليا من الكربون. إن أعضاء صندوق النقد الدولي وأعضاء منظمة التجارة العالمية يأخذون قرارا يتضارب ويتعارض مع مواجهة الأزمة المناخية، ويجب أن نعدل الاتفاقات وليس العكس. طالما أن المعاهدة الحالية التي شكلت منظمة التجارة العالمية، طالما أن هذا لم يعدل أو أن المعاهدة لم تعدل، لن نتقدم بل سنتراجع وسنقترب أكثر ما نقترب من النهاية. ثامنا، صندوق النقد الدولي يجب أن يطلق برنامج تغيير المديونية من خلال الاستثمار في مجال التكييف والتخفيف من تغير المناخ في كافة الدول النامية عبر العالم، وأن سياسات الحظر الاقتصادي اليوم لا تحبذ ولا تساهم في الديمقراطية، وهي مناقضة لقدرة الإنسانية على مواجهة الأزمة. النقطة التالية، المصارف الخاصة في كل مكان يجب أن تتوقف عن تمويل الهيدروكربونات. هذه الرقم التاسع عاشرا، لا بد من أن أبدأ فورا بالمفاوضات، مفاوضات السلام، فالحرب تمنع الإنسانية أو تحول دون توفر الوقت للإنسانية تجنبا لانقراضها. إذن هذا هو الديكالوج أو المدونة الديكالوج التي تقترحها كولومبيا من أجل اتخاذ قرارات حاسمة عبر العالم ولكي نتجنب انقراض الإنسانية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا صاحب السعادة على هذا البيان.